عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إذا كانت أو إذا عرفت أن هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهنا من باب التنبيه يحصل خطأ في بعض الروايات وهي زيادة ليست بصحيحة في هذا الدعاء وهي زيادة لفظة كريم في هذا الدعاء. الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لفظة كريم. الرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لذلك ينبغي أن نلهج بهذا الدعاء وأن نسأل الله عز وجل العفو والعافية في ليس فقط في القنوت. بعض الناس يظن أن هذا الدعاء لا يقوله إلا في القنوت إذا قنت فيه. نعم لا قله في أول الليلة في آخر الليلة في سجودك في قيامك في جلوسك أثناء قراءة القرآن أثناء خلوتك مع ربك بذكر بالذكر دائما إلهج بهذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.